وهابية تسنموي. الوهابية فرقة خارجية مبتدعة. وهابية ويا خوارج ولي. بدام غولو سنموي تي. وهابية تسنموي وهابية بدام غولي. Voilà, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Je démontre par A plus B. C'est-à-dire, Allah qui a été ramassé, fait enfin fort, Khawari Djoula, ou bête, à bête de famille Wahabia Oula, à bête. Wahabia, à bantor et l'eau. Eh, en grand mot, soyez à la Khawari Djoula. Bon, vous faites à Barami, la Kenny et Tuni, Noé, comme à dire qu'il a bouillé, qu'on a commis la manique, à Doche, qu'à effacer, qu'à bouillir, qu'il a fouati, au Barain. Ote, comment dirais-je, Kawari Djogo et Bledawe, Yahoudi à Djogodi. Billahi, amme fendon wahabiaka, andama doua la folo. Angara moya for Seydi Sherif, Ahmadjani Hazakabna, ou Hadiabina Boroti. Ewa Boroti Brainde, me roi de la Nedu. Lady Ahmadjani Sanga. Al-Wahabiya, Mansouba, il a Mohammed Ibn Abdelwahab. Et Mohammed Ibn Abdelwahab, Mousslech, Dini, ظهر في الجزيرة العربية وندد بالمنكرات والبدع التي لا تتفق مع الدين واهتم اهتماما كبيرا بما يؤكد توحيد الله سبحانه وتعالى. كان هناك بعض الناس مثلا يتوسلون ببعض الأولياء ويتبركون بهم ويقدسونهم تقديسا كبيرا لدرجة توحي بأن هؤلاء الأشخاص كأنهم أنبياء أو كأنهم ذات الله سبحانه وتعالى. التغالي في الحب يؤدي إلى الكفر. ولذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يحبونه حبا شديدا جدا جدا جدا، هذا شيء واجب علينا أن نحب الرسول ونحب الله سبحانه وتعالى، لكن التغالي في الحب أمر مرفوض. لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام تغالي الصحابة في الحب خاف أن يرفعوه فوق درجته فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، يعني لا تمدحوني مدحا كبيرا جدا حتى تعطوني فوق ما أستحقه، كما أحبك النصارى عيسى ابن مريم وعظموه تعظيما شديدا لدرجة أنهم قالوا إنه إله أو ابن الإله. فالمبالغة في الحب الشديد منكرة ومرفوضة رفضا تاما. فمحمد بن عبد الوهاب اهتم في إصلاحاته بهذا الموضوع، وهو توحيد أو تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه الفاعل لكل شيء، وهو المغني وهو المحيي وهو المميت. ولكن الذين يتبرك بهم الناس لدرجة قد تجعل الواحد منهم يقول: هذا الشيخ الكبير يشفي المرضى، هذا الشيخ الكبير بيلهي الرزق، بيلهي كل شيء. التغالي في نسبة هذه الأشياء إلى الناس، هذا التغالي قد يؤدي إلى الكفر، لأن الله هو المتفرد والذي بيده كل شيء. فهو قام بهذه النهضة الإصلاحية وركز تركيزا شديدا على إخلاص أو تخليص التوحيد لله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض التلاميذ وبعض من أخذوا مذهبه تغالوا أيضا في هذا التوحيد، تغالوا كثيرا فمنعوا بعض الأشياء التي يشم منها ولو برائحة بسيطة، يشم منها أن هناك شريكا لله. ولكن كما قلت وأكرر، التغالي في كل شيء قد يؤدي إلى ضرر كبير جدا جدا جدا. الشاهد الذي أريد أن أصل إليه الآن هو نقطة البحث في الحقيقة. أنتم في بلادكم يجب أن تشعروا بفضل نعمة الله عليكم بسبب دعوة التوحيد، دعوة محمد عبد الوهاب التي عمت البلاد بخيرها كلها، ثم جاء شيء من نورها إلى البلاد الأخرى. هذا النور ما عمى البلاد الأخرى،
فكمصر وأنت عارف يمكن ذهبت إلى مصر كثيرا، عارف الوثني القائم عند الحسين وزينب وما أدري ولعلك ذهبت إلى سوريا ماذا كذلك قريبا من ذلك، يعني الأمر في سوريا. كلمة الوهابية هذه الحقيقة سياسة تركية أفشتها في زمن انحراف الأتراك عن الحكم بالإسلام، في زمن كان ابن بلدنا شو اسمه في مصر محمد علي باشا، هذا ألباني الأصل، فهو كان حاكم مصر في زمانه، وكان بطبيعة الحال يعني بزعم أنه عايش تحت سلطنة الدولة العثمانية. فخرج في بلاد نجد رجل من أهل العلم اسمه محمد ابن عبد الوهاب، مش عبد الوهاب، محمد ابن عبد الوهاب، وطاف البلاد الإسلامية ومئذ معروف بالعلم مثل مصر ومثل القاهرة والشام، طاف البلاد وحصل ما حصل من العلم، رجع لبلده اللي كان اسمه الدرعية. فبطبيعة الحال لما الرجل تعلم وجد قومه في جاهلية جهلاء يعبدون القبور، كما هو لا يزال الآن في كثير من البلاد الشامية بلدي والمصرية بلاد أخواننا دوم ولا مؤاخذة، البلاء عمه طم يعني كل البلاد. فالرجل بدأ يعلم الناس ويحذرهم من الشركيات والوثنيات، ودعوته فادت وتقوت بسبب السلطان الملك السعودي ومئذ الأول جد الأول، كان ربنا هداه واتبع هذا الشيء، فاقترن السيف وإيش والعلم مع بعض، هدون إذا اقترنوا بفيدوا، كما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ونمت الحركة ونمت بسبب قوة السلطان، وانتشرت الدعوة وبدأوا الجماعة يعني شكلوا جيش إسلامي لأول مرة، وبدأوا يدعوا القرى لحولها إلى عبادة الله وحده لا شريك له، استجاب من استجاب ووصلت دعوتهم للعراق، وهناك بتعرف الشيعة وما أدراك ما الشيعة وشركهم وضلالهم إلى آخره، وأهل السنة متأثرين بشيء من هذه الشركيات، جرت معارك طاحنة مع الأسف. مين تحرك؟ محمد علي باشا من مصر. مين حركوا؟ الأتراك، لأن الأتراك كانت الخلافة في أيديهم وكانوا حاكمين بلاد إسلامية كلها، فلما شافوا حركة عربية نشأت في جزيرة العرب خافوا عاقبة أمرها، خافوا أنه هذول يقضوا على الحكم العثماني أو التركي بالمعنى الأصح، لذلك أوعزوا إلى محمد علي أنه يرسل جيش لقتال هؤلاء النجديين ولا أقول الوهابيين لما سيأتي بيانه. وأرسل محمد علي باشا ابن إبراهيم باشا بجيش عرمرم ضخم من مصر إلى بلاد النجدية، وجرت الدماء هناك أنهارا، وبنهاية الأمر تغلبت القوة الغاشمة على الدعوة الصحيحة وقتل من قتل. وكان من جملة وسائل الأتراك كما هو اليوم تماما الدعاية بتعرفه، لا يعني تأثير ربما أكثر من السلاح، فبثوا دعاية ضد الجماعة هذون في العالم الإسلامي حتى العالم الإسلامي يكون مع الأتراك وما يكون مع الدعوة هذه الحديثة الفتية، لأنها تدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأذاعوا في المسلمين أنه هذون لا مذهب لهم، مذهب خامس، هذول بيقول الواحد منهم عصايتي أشرف من الرسول عليه السلام، كل كفر وزور وبهتان. تأثرت الجماعات المسلمة في كل بلاد الدنيا، ولذلك كان من تمام التأثر والخطأ فيه أنه سموا الجماعة بإيه؟ بالوهابية. هذا من حجج الله على عباده الذين يعقلون، وهابية نسبة لوهابي، وهابي إذا درسناها بالنسبة للغة العربية نسبة لإيه؟ للوهاب. مين هو الوهاب؟ هو الله تبارك وتعالى، هي نسبة بتشرف ما بتحقر المنتسب إليها. لكن السياسة التركية الغاشمة خاصة أكثر من ينتمون تحت راية الأتراك إن العاجم، وهنا ما عندنا الفقه هذا باللغة العربية، وهابي وهابي، يعني أصبحت كلمة وهابي في ذاك الزمن تساوي زنديق، ومضى زمن طويل مع الأسف والعالم الإسلامي مضلل بهذه الكلمة. إذا أن شاء الله تبارك وتعالى أنه الملك عبد العزيز دخل بطريقة من فيها الآن الرياض واستولى عليها وأخرج آل الرشيد منها وإلى آخره،
وبدأ يطبق الأحكام الشرعية يعني إلى حد كبير جدا جدا، واستقر الأمن في البلاد النجدية اللي كان فيها السرقة والنهب والقتل، وتبع ذلك البلاد الحجازية هذه كانت كما نعلم جميعا من التاريخ التركي ما يستطيع الحجاج أن يحجوا إلا ومعهم عسكر، عسكر من الأتراك يحفظهم من الرصوص وقطاع الطرق إلى آخره.